أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن خالص تقديره للنتائج البناءة التي انتهت إليها اجتماعات الدورة الأولى من منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة الذي عقد في يوليو من العام الماضي، حيث تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة العادلة والشاملة. جاء ذلك خلال كلمة مسجلة ألقاها رئيس الوزراء خلال الجلسة الافتتاحية في أعمال الدورة الثانية من المنتدى المنعقد في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 11 إلى 13 من يوليو الجاري. أتقدم لكم بخالص التقدير على النتائج البناءة التي انتهت إليها اجتماعات الدورة الأولى من المنتدى الذي عقد في يوليو من العام الماضي، حيث تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة العادلة والشاملة، وهو ما سينعكس بدوره على تعزيز مستويات رفاهية ورخاء الشعوب، فضلا عن التأكيد على أهمية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والاقتصادات الناشئة، انطلاقا من أن الدول التي تتشابه ظروفها الاقتصادية والاجتماعية تكون أكثر قدرة على تعزيز التعاون فيما بينها من خلال مشاركة أنجح السياسات والممارسات التي أثبتت فعاليتها في مواجهة التحديات التي تواجهها دول القارة وعلى رأسها التغير المناخي.